هنا لايف ياتيكم من 218 نيوز، أهلا بكم ونناقش فيه لهذا اليوم. المصرف المركزي يقر توصية بتوحيد سعر صرف الدولار ليكون 4 دنانير و48 قرش. نناقش أيضا في لايف تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا جديدا لليبيا، وويليامز تؤكد على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر. أهلا بكم. في الشق الأول من لايف نناقش بيان مصرف ليبيا المركزي لهذا اليوم، حيث أصدر مجلس الإدارة عقب اجتماعه الموحد إلكترونيا بيانا أعلن فيه الاتفاق على توحيد سعر الصرف أو صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي عند 4.48 دينار للدولار. جاء في البيان الذي طلعت قناة 218 على نسخة منه أن السعر سيكون موحدا لكل الأغراض الحكومية والتجارية وكذلك الشخصية، على أن يبدأ العمل به في 3 يناير المقبل. مجلس الإدارة أوضح في البيان أنه سيكثف من اجتماعاته خلال الفترة المقبلة للبحث في وضع القطاع المصرفي لضمان السلامة المالية. إذن نناقش هذا الموضوع أكثر مع ضيفي في هذا الشق الأول من لايف، علي الصلح الخبير الاقتصادي وكذلك وحيد الجبو المحلل الاقتصادي. يبدأ معك سيد علي الصلح حتى يعرف المشاهد أكثر، يعني كيف تابعت هذا البيان الصادر عن مجلس إدارة المصرف المركزي بتوحيد سعر الصرف 4 دينار و48 قرش للدولار، يعني كيف يؤثر هذا على السوق الموازية بداية وعلى الاقتصاد بصفة عامة في ليبيا؟ أولا البيان هذا أو اتخاذ مثل هذه الخطوات لها شيء إيجابي ولها شيء سلبي. الإيجابي في الموضوع أن وحدنا مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، هذه واحد. الإيجابي أيضا أني وحدت سعر الصرف في ليبيا، هذا اثنين. لكن الجوانب السلبية صراحة عديدة في هذا البيان. الجانب الأول أن هذا السعر ليس السعر العادل، وهذا متفق عليه، لأن السعر العادل يتحدد ما بين 3 دينار و17 قرش إلى 4 كحد أقصى 4 دينارات. بعد هذا السعر دائما ما نتحدث يحدث الركود ويحدث عجوزات، وأيضا يحدث أن الموظفين والعاملين بالاقتصاد يطالبون بأجور أكبر. الجانب أيضا السلبي، دعني هنا أذكر بعض النقاط معلش تفضل الآلان. نعم. وهنا الأمر أنا في اعتقادي يعد مخالفة، لأن المخالفة أن لابد أني بعد ما نحدد سعر الصرف ننسق مع السياسات المالية والتجارية في الاقتصاد الليبي. لكن أنا اللي شاهدته أنا أن هم حددوا سعر الصرف من غير التنسيق. أولا إيش كاتبين؟ الإجراءات التي يجب على الحكومة اتخاذها لنجاح لتخفيف سعر الصرف، إلغاء القرار الخاص بفرض رسوم المبيعات على النقد الأجنبي، هذه واحد. معناها هنا ما فيش أي برنامج أو اجتماع ما بين المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي، وتوحيد الأنفاق على ليبيا بالكامل، وسرعة إعداد ميزانية لسنة 21، المحافظة على احتياطيات مصرف ليبيا المركزي لضمان الاستدامة المالية. النقاط اللي حكيت لك هذين نقاط يخصن السياسة المالية في ليبيا. إذن كان لابد من التنسيق مع السياسة المالية لاتخاذ سعر الصرف التوازني، السعر الصرف الذي يحقق التوازن في ليبيا دون معالجة المشاكل اللي أنت خلفت في السابق. فإذا لابد أن يكون ما بين 3 دينار و17 قرش إلى 4 كحد أقصى للشعب الليبي، لأن الشعب الليبي يحتاج إلى مواد غذائية ويحتاج إلى سلع خدمات في سعر متوازن. أما هذا السعر غير متوازن وسوف يسبب لي إرباك في السوق، وأيضا يسبب لي ركود اقتصادي. من يقول لك أن عند هذا السعر أني لابد أن أحافظ على عرض النقود؟ بالعكس، هو بيع الدولارات لأشخاص يملكون العملة النقدية للمضاربة
يعني وممكن يكونوا غير ليبيين. نحن في جوانب نتفق مع اللجنة الفنية نحترموهم ونقدروهم، لكن أنا نبي نعرف التفاصيل بتاع النموذج الاقتصادي أو المعادلة الاقتصادية اللي اختاروها هم لضمان أن يكون السعر أو سعر الأسعار مستقر. إذن الهدف من سياسات مصرف ليبيا المركزي والسياسة النقدية هي المحافظة على الاستقرار العام للأسعار اللي هي فيما يخص المستهلك. نحن نتكلم اليوم الليبيين فرحانين جدا بارتفاع سعر الصرف، بارتفاع وليس بانخفاض سعر الصرف، لأن اللي حصل الآن انخفاض الدخل الحقيقي للمواطن الليبي. نحن بعد ما قلنا لهم عن 13 و17 قرش يعني لا, لا يعني ذلك نزيف في الاحتياط النقدي، نحن نتكلم عند الرقم اللي هم حددوه حوالي يعني في السنة نبي نصرف على الميزانية 12 مليار دولار أمريكي، وأيضا عند السعر اللي نحن حددناه المتوازن حوالي 11 مليار بالدولار الأمريكي في ضمان لتوفير هذا المبلغ. نتكلم على مليار واحد، ولكن لو نتكلم على مليار واحد يحقق لي التوازن والاستقرار في الأسعار وإني نحافظ على المستويات العمل الأسعار للموظفين، لأن الأجر الحقيقي تو للموظف أصبح منخفض. يعني لو نتكلموا على شخص عنده 2000 ولا 1000 في الشهر، فإني نتكلم على حوالي 185 دولار أمريكي في الشهر، وهذا أنا في اعتقادي سوف يزيد من معدلات الفقر في لي. طيب دعنا نستمع إلى وجهة نظر المحلل الاقتصادي وحيد الجبو. سيد وحيد إذا كنت تسمعني جيدا، نعم، يعني ما تأثير هذا البيان اليوم توحيد سعر الصرف على الأسعار بصفة عامة؟ نعم، أولا مساء الخير لكل المشاهدين. الحقيقة أحب أن أؤكد على الكلام الذي صدر من ضيفك وهو فعلا كلام حقيقي بالنسبة يعني للقرار الذي صدر. طبعا هو أو البيان الذي شاهدناه عبر التواصل الاجتماعي غير واضح، وفيها موضوع السعر فقط، وأعتقد أن ليس هناك أي تنسيق قبل اتخاذ هذا القرار بين السياسة التجارية والسياسة المالية والسياسة النقدية. الحقيقة أن هذا السعر يعني فعلا هو له مزايا وله عيوب. من مزاياه الأكيدة أن هو توحيد السعر يلغي المظلمة ويلغي السوق السوداء ويقضي قضاء مبرما عليها، لأنها فعلا يعني قد تغولت هذه السوق السوداء، وبالتالي لم يعد هناك مقرر لما يسمى ب يعني هذا سعر التجار وهذا سعر الحكومة كان بدينار و40 وهذا سعر التجار بثلاثة، يعني سنرى دولار متوفر في المصارف سيد وحيد. يعني الآن توحيد سعر الصرف هو فعلا خطوة في اتجاه نشر العدل وعدم، لأن احنا نعرف ان اكبر فساد حدث هو فساد في فتح الاعتمادات المستندية، وقد هناك الكثير من الناس الذين لديهم وساطات قد أتروا تراه فاحش وتراه غير مشروع، وهذا هو أهم شيء. ولكن لدينا طبعا نقطة أخرى حتى هي إيجابية، هو أن الآن في هذا السعر الجديد سوف يكون هناك عدالة يعني في التوزيع لمن نحتاج، يعني ليس هناك سقف معين، ولكن لمن نحتاج للعلاج أو الدراسة فليستطيع أن يذهب إلى المصرف وأن يشتري ما يريد. ولكن السعر طبعا سعر غير عادل، وبالفعل أعتقد أن السعر المناسب هو كان يبدأ من 3.20 دينار إلى 3.90 دينار، وهذا السعر 4.5 دينار هو مبالغ فيه وهو غير سعر عادل. ثانيا بالنسبة لصدور هذا البيان، يعني وهو ولو أنه هو لم يتجسم بعد في قرار واضح اللي هو يلغي بذلك هذا البيان، يلغي ما يسمى بأرباب الأسر، بمنحة أرباب الأسر، ويلغي ما يسمى بقرار الرئاسي بشأن فرض الرسوم الضريبية على شراء العملة، وبالتالي ليس هناك وضوح. يعني الآن المجلس الرئاسي لم يصدر قرار بعد في إلغاء ما يسمى بالرسوم، ولم يلغي أيضا قرار ما يسمى بالأسر، يعني منحة الأسر أرباب الأسر. الحقيقة طبعا هذا فيه مظلمة القرار بهذا السعر،
ولا بد من إعادة النظر طبعا بعد 6 أشهر. كذلك البيان الذي طلعنا عليه اليوم في برازيليا لم يوضح متى سيتم إعادة النظر في هذا السعر. كان المعتاد في السابق أن كل 6 أشهر يجتمع مجلس إدارة المصرف ويعيد النظر، ربما كان هناك يعني انكماش اقتصادي فيتخذ إجراء في هذا الوضع، وربما كان هناك انفتاح أو انتعاش اقتصادي فيتخذ إجراء آخر. لكن الحقيقة هذا طبعا السعر لن يبقى إلى الأبد، لابد من إعادة النظر فيه كل 6 أشهر لكي لا يكون هناك أضرار. المنظمة التي حدثت فيما يتعلق بهذا القرار هو صدوره قبل أن يصدر قانون المرتبات. قانون المرتبات معيب جدا وفيه ظلم طارق، وهناك يعني اللي هم الضمان الاجتماعي أو ما يسمى بمعاشات التقاعد يعني يتقاضون في شهرية أو في مرتبهم الضماني لا يزيد عن 450 دينار، وطبعا هذا لن يمكنهم أبدا حتى في حالة احتياجهم للعلاج في الخارج أو للزيارة أو للحج أو لعديد الأسباب أنهم يتمكنوا من شراء هذه العملة، لأن طبعا 450 دينار سوف لن توفر له إلا ورقة واحدة وهي ورقة 100 دولار، وبالتالي حتى أصحاب 800 وأصحاب 1000 دينار و2000 سوف يكون هناك من الصعب أنهم يلبوا احتياجاتهم من خارج ليبيا، قصدي العلاجية أو الزيارة أو السياحة إلى آخره. فبالتالي طبعا هناك طبعا مرتبات غالبية عظمى كما أشار ضيفك الكريم بأن 80% من الليبيين يتخذون في مرتبات ضعيفة، وبالتالي معدل الفقر والبصالة سوف يزداد لأن هذا الرقم مبالغ فيه جدا. وبالتالي يعني طلبنا كم من مرة إعادة النظر في المرتبات قبل رسم يعني رسم السياسة المالية خاصة فيما يتعلق بالمرتبات قبل التوجه إلى السياسة النقدية. ليس هناك نسبة وتناسب بين المرتب الذي لا يتجاوز في المتوسط 1200 دينار للموظفين اللي هم المدرسين أو الممرضين أو حتى ضباط الشرطة وأفراد الشرطة والجيش وإلى آخره، كل الموظفين مرتباتهم طبعا لا تزيد عن 2000 دينار أو 2500. ولو اعتبرنا أن هناك بعض الجهات التي تتجاوز التي طبعا مرتباتها تتجاوز 5000 و6000 فهي طبعا جهات يعني محدودة طيب. جدا مثل النفط أو الاتصالات أو الرئاسة أو الدولة أو المجالس هذه السيادية التي تتقاضى فعلا في مرتبات عالية وبالتالي ليس مهم لديها أن حتى لو داروا الدولار مع تجنية تطيع اشتريه، لكن احنا بنشوفوا للغالبية العظمى من الليبيين مرتبات محدودة، يجب توقيف هذا القرار أو تعطيله إلى حين ظهور قرار بشأن المرتبات حتى لا تزداد نسبة الفقر في ليبيا. طيب سيد علي الصلح، هذا هو إلى حد الآن لا يعتبر قرار يعني ينفذ في وقته، هو عبارة عن توصية قرر مجلس إدارة المصرف اللجنة الفنية. نعم اللجنة الفنية مع المجلس الإدارة. نعم. أنا أتفق مع الضيف الكريم صراحة، يعني حتى بنود المرتبات الآن أسياد وعبيد، بالإضافة إلى ذلك إيقاف المرتبات والمشكلة الأساسية لم يتم حلها. يعني أنا بعد نتكلم على سياسة نقدية، دعني أقول لك بصراحة ما يحدث الآن ليس سياسة نقدية، ومن يدلس ويقول نحن في سياسة نقدية وني هذا تدليس. سياسة نقدية لها أدواتها ومعروفة أدواتها، أسعار خصم، أسعار فائدة، إدارة الاحتياطي إلى آخره من سياسات نقدية. أما الآن ما يحدث هو بيع دولارات فقط، يعني حد يأخذ في دولار ويبيع فيه بسعر معين ويرجع في السيولة النقدية للمصارف وينفقها من جديد، فإن عند هذا السعر الذي سوف يحدث الآن سوف أتحدث عنه هو أن يخفض حجم عرض النقود باستخدام هذا السعر، سوف يخفض لمدة سنة. عند هذه الأسعار وعند الميزانية اللي نشوفه فيها لا نستغرب، يعني ما فيش بنود للتنسيق بين السياسات، لأن في حجم أمثل للنفقات العامة، هناك حجم أمثل أيضا للميزان التجاري ناشن محتاج في السنة من سلع وخدمات. صدقني إن المواطن لا يحتاج دولارات، المواطن محتاج إلى شيئين فقط، سلع وخدمات وفقا للنظرية الاقتصادية. دعني أقول لك أي فرد من أفراد المجتمع حتى حضرتك في أي دولة كنت محتاج إلى عملة نقدية الخاصة بالدولة اللي هي المحلية لبيع وشراء مستلزماتك. يعني الشعب الليبي لا يطالب بالدولار في حد ذاته، الدولار هو يطالب بالسعر العادل للأسعار اللي هي موجودة وفقا للمرتبات، وهو ما أشار له ضيفك. إذن
لا ما زلت ما حددتش الاجر الامثل اللي هو المرتب الامثل للمواطن، وما زلت ما حددت كذا. نحن بعد ما حددنا السعر التوازني للاسعار حددناه وفقا لاسعار المستهلك. اذا السعر هذا يسمى سعر الاسعار لكي يحدد المهمة الأساسية لمصرف ليبيا المركزي، وهو استهداف الأسعار والتضخم والمحافظة على الاستقرار النقدي والمحافظة على النقد الأجنبي. كل ذلك لم يحصل باستخدام الأدوات الأخرى، بل يطالب مصرف ليبيا المركزي بالعملات النقدية الأجنبية. فإذا لابد من إعادة النظر والتنسيق مع السياسة المالية، لأن السياسة المالية عندها مهمة أخرى. مرات تساعدك يا سيدي أن تخفض معك العرض النقدي بفرض ضريبة على الاتصالات، بفرض ضريبة على أي شيء آخر. وعلى فكرة عند النظرية اللي حكينا عليها نحن باللي تحدد فيه سعر الصرف لابد من رفع القيود أيضا. رفع القيود يعني لدخول وخروج العملات عبر القنوات الرسمية والقنوات الشرعية لمصرف ليبيا المركزي، وهي وظيفة أصيلة لمصرف ليبيا المركزي. إذن الأمر يتعلق بإجراءات وسياسات حقيقية وليست سياسات خاصة بأشخاص لمعالجة الدين. مثلا أننا بنعالج الدين على حساب الليبيين، لا فهمونا قولوا نحن بنعالج الدين على حساب الليبيين. مقابل ذلك لا توجد إنتاجية في الاقتصاد. يعني رغم أن عندي موظفين وعدد موظفين ومليارات صرفت في الماضي دون مساءلة ومحاسبة، بالإضافة إلى ذلك اليوم يرفع لي في سعر الصرف عند سعر أنه يبي يدخل عرض النقود من جديد دون استخدام الأدوات الأخرى. هو ليش تم تغييره؟ عذرني عن مقاطعة، ليش ما لقيتش أدوات؟ ليش تم تغييره؟ هو كان السعر بأقل، يعني كان 93 تقريبا تم إقراره من قبل. نعم. هو سؤال من أحد المواطنين. عندما شفنا الإقرار السابق لثلاثة دينار ليبي وتسعين قرش بفرض الرسوم، نحن ما كانش الاعتبار على أنهم يبعدوا سعر الصرف، نحن كان الاعتبار على وجود أكثر من سعر الصرف. يعني هذه كانت مشكلة. نحن اليوم يعني في إيجابي اللي هو نحن وحدنا سعر الصرف، هذا جانب إيجابي. الجانب الآخر كنا نحن قلنا لهم الرسوم هذه اللي موجودة المفروض استخدامها في 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 نفقات أخرى تخص علاوة العائلة، تخص كذا، نضيف يعني على المرتبات اللي موجودة للمواطنين حتى نحسن وضعهم المعيشي. نحن اليوم رأنا نشاهد في الشعب الليبي يعاني من العوز والفقر، سواء اللي عنده مليون ولا 2 مليون. يعني اللي عنده مليون عنده محركات وعنده موتير ضي وعنده كذا وعنده إمكانيات الحياة. نحن مرات نقعد بالساعات من غير ضي ولا مية ولا إلى آخره، يعني ما فيش مقومات حياة إذا ما فيش حكومة. فهذه مؤشرات خطيرة. حتى في مؤشرات ممارسة الأعمال الخاصة بالأعمال، ليبيا أصبحت يعني عندها مشاكل في ذلك المؤشرات. فإذا الحديث الآن لا ينفك على أني أنا ننسق مع السياسة المالية والسياسة التجارية وبعدين نجلس لكي أحدد سعر الصرف العادل. لكن أنا بنحدى الوحدي، مثلا أنا بنقول أنا مصرف ليبيا المركزي اللي بنحدد سعر الصرف العادل، يحدد وفقا للنظريات. نحن نعرفون وجربنا جميع النظريات إلا إذا كان عندهم بيانات أخرى نحن لا نعرفها، الله أعلم. يعني نحن الآن حتى البيانات في أغلب البلدان اللي مثل ليبيا فيها مشاكل، ونعلم أنها فيها مشاكل. ولكن يا سيدي لو سيبت جميع البيانات وأخذت أسعار المستهلك في ليبيا وأسعار المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لأعلى يعني أعلى عملة في العالم وأفيد عملة وهي المتداولة، ونضربها في آخر سعر صرف 3 دينار و90 قرش، سوف يظهر لك 3 دينار و46، هذا الحد الأقصى بتاع العملة. فإذا نحن نتكلم الآن لو نتكلم على سياسة نقدية فقط، نحدد عند السعر هذا ما بين 3.17 جنيه إلى 3.46 جنيه، بحيث أن المواطن يحس بالحياة الكريمة، لأن هناك مسؤولية اجتماعية للمصارف، مسؤولية اجتماعية الخاصة بالبطالة أيضا. لأن أراه السوق الآن لو تلاحظ عند السعر الجديد سوف ينخفض النمو الاقتصادي، سوف ينخفض، لأن النمو عنده أقصى إنتاجية له، المفروض تكون إنتاجية الحدية تساوي صفر. بعد ذلك حتى لو أضفت مليار دينار واحد للاقتصاد الليبي سوف ينزل المنحنى إلى السالب، وجميع الاقتصاديين يفهموا القصة هذه. عندنا حاجات اسمها أقصى إشباع وأقصى ضرائب وحجم أمثل للنفقات، كل هذين يحددا في الاقتصاد على حسب حد يعني
حجم الاقتصاد، من اللي في الاقتصاد، شنو حجم الاقتصاد، ايش متطلبات الاقتصاد. يعني نحن نتكلم اليوم عند السعر هذا اللي بنصرف 12 مليار، انت اول امس في الميزانيات السابقه صرف 29 مليار دولار، فاذا اليوم جيت وخفضت النص وماكش قادر تحافظ على مستوى معيشه مواطن، يعني انت لا خفض، ما فيش مشكلة في النفقات العامة والإيرادات ينفتحن عليك، لكن أنت حافظ على المستوى. أنت الفترة اللي عشناها السابقة ما بين الفساد وعدم المساءلة وكذا، وني عوضها شوي للمواطن، يعني بحيث أنه يحس فيه نوع من الاستقرار في المعيشة. يعني حتى لو كان ما فيش خدمات وما فيش سلع بشكلها الأمثل، نحن نتحدث عن 3 جنيه يحدد السلع أقل ما فيها للمواطن. حتى المواطن بيجيب سلعة من الخارج، الوحدة يقبأ ثمن السلعة مقومة بالدولار، حتى لو كان خضاء دينار ليبي وما خضاش دولار. طيب سيد وحيد الجبو، هل سيقبل المواطن برأيك بهذا السعر؟ وستقبل أيضا نعم ردود الفعل المتوقعة، هل ستغير في حال يعني لم يتم القبول بهذا السعر، هل ستغير من الواقع الآن؟ سنرى تحديد سعر صرف آخر مثلا؟ هو المواطن الحقيقة لا يملك شيء من أمره، يعني ماذا يملك المواطن إلا التظاهر أو الاحتجاج على هذا القرار إذا كان. لكن المشكلة هو أن بالفعل يعني كما أشار ضيفك الكريم أن مصرف ليبيا معني في سياسة النقدية بأن يحارب ارتفاع الأسعار ويحافظ على يعني يعمل على الحد من الانفليشن من الارتفاع، وكذلك يحافظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية. لكن الآن تم إسقاط العملة الليبية بنسبة 200%، يعني من سعر دينار و40 إلى 4.5 دينار، ونحن فعلا يعني وهذا طبعا يعني رقم كبير، نحن فعلا كنا في ألعن من هذا وهو 6 دينار في السوق السوداء. ولكن هذا لا يعني ان لما يصبح عن طريق القناه الرسميه يصبح يعني تسقط القوه الشرائيه دينار ليبي بنسبه 300% او في الشارع في السوق السوداء المتغوله 500%. لكن احنا يعني يجب على هذه السياسه النقديه ان تعيد النظر في هذا الموضوع. لكن انا احب ان اشير كذلك الى موضوع اخر مهم، وهو عندما حدثت اقفال النفط في المده الماضيه وحدثت مشاكل اقتصاديه ارتفع الدولار من دينار و40 وصل في السوق السوداء الى 5.6. الآن لا سمح الله بعد سنة لو يحدث هناك اقتتال أو يحدث اشتباكات أو يتوقف تصدير النفط، ماذا سيكون عليه سعر الدولار؟ قد يصل في الشارع حتى إلى 10 دينار أو 12 دينار، لأن المنطلق متاعه هو 4.5 دينار، فحتى هذه يجب أن نراعيها، نأخذها بعين الاعتبار. هذه يعني واضحة تقريبا هذه. فنحن لا نضمن، لأن بيع العملة والسياسة النقدية والمالية والتجارية في ليبيا مبنية على العماد الأساسي وهو تصدير وإنتاج وتصدير النفط. فإذا توقف النفط لأي سبب من أسباب أو حرب أو قتال أو انهارت أسعار النفط في الأسواق الدولية، ماذا سيكون؟ ويتوقف المصرف المركزي عن بيع فتح الاعتمادات، فسوف يكون تعود السوق السوداء وربما يصل إلى 12 دينار أو 11 دينار. فإذا الآن احنا في وضع مازال أحسن حتى لو كان ب 6 دينار يعني في السوق السوداء. ولهذا أعتقد أن أهم خطوة يجب يعني تلبية، يعني كما حضرتك سألتني على موضوع ردة فعل الناس، الجماهير الآن تأمل أن يتم بالدرجة الأولى إعادة النظر في المرتبات. إذا كان هناك يعني عدالة يجب أن تكون في المرتبات، ولكن نحن نشوف من سنوات ليست هناك عدالة على الإطلاق. لا يمكن لجهات معينة أو سفارات في الخارج يتقاضون في مبلغ عندما يتم بالعملة الصعبة، أو حتى في داخل ليبيا بالعملة الليبية وبالعملة الصعبة عندما يحولون للعملة الليبية يصل حتى إلى أكثر من 10,000 دينار في الشهر، وهناك من يتقاضى 450 دينار من الضمان الاجتماعي أو من التقاعد. طبعا هذا شيء معيب جدا جدا، ولا بد من وضع حد فيه. واعتقد ان ما يسمى بالسياسه النقديه يجب ان تكون بعد ان تحل مشكله السياسه الماليه والمرتبات. نعم، شكرا جزيلا لك سيد وحيد الجبو المحلل الاقتصادي، كنت معنا مباشره من طرابلس. اعود اليك سيد علي الصلح باختصار، يعني وذكر السيد الجبو نقطه تكون مهمه، ويعني مستقبلا في حال تم ايقاف انتاج النفط فتداعيات هذا الموضوع سيؤثر على سعر الدولار في السوق الموازي. يعني هل من الممكن أن نرى هذه النقطة؟ ويعني مصير السوق الموازي أيضا كيف تنظرون إليه؟ بالطبع هذا النقطة مهمة، وهي أحد العوامل الفاعلة يعني في الاقتصاد الليبي مثل ما شاهدنا من قبل. يعني
فإن أي إقفالات أو أي انسداد سياسي في المستقبل سوف يؤثر على سعر الصرف، وسوف نشهد سعر الصرف ممكن 10 و12 أيضا. ولكن الآن لو نتكلموا على سعر الصرف عند هذا السعر، وأن الوضع الآن مستقر، يعني شبه أنه مستقر، ولكن هذا الاستقرار أنا في اعتقادي في ليبيا غير مضمون. ونحن لاحظنا البارح وأود البارح أن هناك انسداد في الصعيد السياسي أو في مشاكل في الصعيد السياسي، فإذا لم نتوصل إلى شكل سياسي للدولة، رغم أن أكدوا المجتمع الدولي على الانتخابات وغيرها. فإذا العوامل والمحددات خطيرة جدا. فإذا عند هذا السعر اللي غير اللي هو نحن نقوله فيه غير منسق، يعني التنسيق الكامل مع احترام إن اللجنة الفنية، والله مع احترام إن الكامل، ولكن هذا السعر لا يحقق العدالة، لا العدالة الاجتماعية ولا العدالة الاقتصادية. ولعل المواطنون الآن، يعني أغلب الناس اليوم كانوا يكلموا فيها ويسروا فيها على السعر، وكانوا يعني مستائين جدا، كانوا متصورين إن دور الدولة في النشاط الاقتصادي ودور مصرف ليبيا المركزي سوف يخفف عليهم الأمور والحياة، خاصة إن الشعب الليبي الآن يبحث على الدينار، وكم مرة نكرروا فيها راهو ما يبحثوش على الدولار، يعني المطلب الكلي لهم إنهم هم يتحصروا على الدينار في المصارف. هناك وسائل عديدة بالتوازي، يعني بالتوازي مع بيع العملة النقدية الأجنبية، بالتوازي هناك يعني مصالح أخرى وأدوات أخرى يمكن استخدامها، مثل الضرائب ومثل أسعار الفائدة مثل المرابحة الإسلامية، إني أنا نحقق الاستقرار النقدي والاستقرار الاقتصادي بشكل عام دون المساس من الاحتياط. والفارق راه مش كبير، نحن نقوله فيها الفارق مش كبير، يعني لو نتكلموا على مليار دولار واحد والله 2 مليار مش فارق، يعني إن أنا لأن في نماذج اقتصادية خاصة بالتأثيرات عندما يكون الأنفاق هذه السنة، فإن الأثر يمتد ممكن إلى السنة القادمة. فإذا لابد من الاعتماد على هذه النماذج حتى تحصل على مراحل الاستقرار النقدي والاقتصادي. شكرا جزيلا لك سيد علي الصلاح الخبير الاقتصادي على كل ما تفضلت به في هذا الشق الأول من لايف، وكذلك الشكر موصول إلى سيد وحيد الجبو. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود للنقاش حول الموضوع الآخر من لايف. في الشق الثاني من لايف أهلا بكم، ونناقش المستجدات السياسية. بعد أشهر على شغور المنصب، وافق مجلس الأمن الدولي على تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، كما وافق على تعيين النرويجي نور وينسلاند مبعوثا للمنظمة الدولية إلى الشرق الأوسط. تعيين مجلس الأمن مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة توافق ودعوة مجلس الأمن جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب إلى الخروج من الأراضي الليبية. هذه الدعوة جاءت في بيان صدر بإجماع الدول المشاركة بما فيها روسيا، وشدد البيان على أهمية وجود آلية لمراقبة وقف النار ذات مصداقية وفعالة بقيادة ليبية. أيضا أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، أكدت أن العملية السياسية مستمرة، وخصوصا فيما يتعلق بإيجاد سلطة تنفيذية موحدة، وأشارت إلى أن التحضيرات اللازمة جارية لإنجاز الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر من العام المقبل، مع وجود تحذيرات من أن الفشل أو من أن الحوار السياسي لن ينجح هذه المرة، خاصة وأن هناك تشكيك من قبل البعض في البعثة الأممية بالتحديد، وأيضا الخلاف حول المناصب السيادية وكذلك الأسماء. نناقش كل هذه المستجدات بما فيها الاقتصادية أيضا مع السيد المهدي عبد العاطي المتابع للشأن السياسي، ينضم إلينا مباشرة من مدينة مصراتة. السيد المهدي نرحب بك معنا.
بعد كل ما حدث الآن من اجتماعات للحوار السياسي وكذلك جلسة لمجلس الأمن وتسمية لمبعوث خاص جديد للأمم المتحدة، كيف ترى مصير الحوار السياسي الآن، خاصة أن هناك خلاف، سمعنا بأن هناك خلاف وجد حول المناصب السيادية وعلى الأسماء وغيرها من النقاط الأخرى، أيضا هناك أزمة ثقة قد ربما قد تحدث في هذه الفترة في مجال الحوار السياسي بالتحديد؟ أولا مساء الخير أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك بالسادة المشاهدين. الأمر الآن أصبح واضحا جدا أن لجنة الحوار سوف تكون في مأزق كبير خلال 48 ساعة القادمة، خاصة مع اعتماد مجلس الأمن للمبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة في ليبيا. هذا الأمر الذي سوف يؤدي إلى انغلاق تام في عملية الحوار السياسي المنعقدة ومنظمة عن طريق بعثة الأمم المتحدة برئاسة ستيفاني ويليامز. الأمر المتوقع جدا، كان هناك العديد من الفروقات والعديد من الأخطاء السابقة التي استمرت ستيفاني ويليامز مصرة إصرارا كاملا على المضي فيها، وهي استخدام الأسماء الوهمية، الأسماء التي لطالما عملت المشاكل في طيلة الفترة السياسية السابقة في عمر الوطن. لا ندري ما هو إصرار بعثة الأمم المتحدة عقب هذه السنوات على استمرارهم في استدعاء نفس الشخصيات ونفس الوجوه في كل اجتماع. يا أخي، الآن وصلنا إلى حائط مسدود، وصلنا إلى طريق مغلق في العملية السياسية وفي الحوار. هل الأمم المتحدة سوف تتخذ هذا درسا وعبرة لها لكي تجعل لها خارطة طريق جديدة في ليبيا، أم سوف يستمر المبعوث الجديد على نفس المنهج ونفس المنوال؟ طيب، رغم كل ذلك سيد أبراطي، لماذا، عذرني على المقاطعة، لماذا ويليامز تشدد إلى حد الآن على أن الحوار السياسي مستمر والانتخابات سوف تجرى في موعدها؟ حلم لا تريد الوصول بالاعتراف بالفشل. هي عندها حلم أنها في آخر أيامها تستطيع الوصول لإكمال عملية الاتفاق السياسي، وهذا الأمر لا يمكن أن يتأتى في خلال هذه الظروف من المشاحنات ومن ما نسمعه وما يحدث داخل أروقة الحوار السياسي وعبر تطبيق زوم وعبر اللقاءات المستمرة. المشاحنات كثيرة، إلى هذه الساعة لم يتم إعلان اختيار آلية الاختيار، فكيف سوف يتم اختيار الأسماء، وما هو الوقت اللازم لاختيار الأسماء، وإلى متى سوف يصبر هذا الشعب ويراقب كل السياسيين هذه العملية التي تمر عليه بكل سخرية للأسف، يعني مع احترامنا للشخصيات الوطنية الموجودة داخل 75 شخص، من بين 75 شخص إلا هي مهزلة، عبارة عن مهزلة بصراحة، مسرحية لا نعلم ما مدى جدية الأمم المتحدة. الأمم المتحدة وقعت في نفس الأخطاء طيلة الستة ولا سبع سنوات الماضية، تكرار نفس الوجوه، استدعاء نفس الشخصيات الوهمية التي تدعي بأنها هي تملك الأرض أو تملك الحل السياسي أو تستطيع التأثير ما حولها. يعني سؤال، يعني لربما الناس كلها تنتظره من ستيفاني ويليامز الإجابة عليه، كيف تمت آلية اختيار 75 شخصية؟ بغض النظر على موضوع مجلس الدولة ومجلس النواب، هؤلاء ممثلين على كيانات سياسية، لكن البقية المحسوبين على أنهم مستقلين ولا شيء، لم نلاحظ منهم أي اهتمام بليبيا، لم نلاحظ منهم أي اهتمام بالوطن. إذا كان هم فعلا جديين ويريدون وحدة البلاد ويريدون الالتفاف حول العملية السياسية من أجل دمج كل المكونات وكل الأطراف داخل حكومة واحدة، عليهم التنازل لبعضهم البعض، عليهم عقد جلسات مصالحة حتى عبر شاشات الزوم قبل الإعلان على أي نتيجة اختيار. نعم. 75 لا يوجد أي توافق داخلي بينهم، لا يوجد تناغم، لا يوجد انسجام، كلهم نتوقع أن تطول، يعني خليني نتكلم شوية أذرني، نتوقع أن تطول هذه
هذه الحوارات يعني فترة قد تتجاوز حتى العام المقبل، أم أنها ستنتهي؟ لا أعتقد بأن لا أعتقد بأن الأمم المتحدة سوف تصبر على ستيفاني ويليامز أكثر من هذا الشهر. يعني عليها الاستحقاق أن تكون متممة لكل العمليات خلال هذا الشهر، أو سوف يستلم المبعوث الخاص الجديد الذي فعلا باشر فعليا وصوله إلى مقر البعثة في تونس منذ ليلة البارحة على ما أعتقد، أو في الصباح الباكر اليوم، لست متأكدا من الموضوع. ولكن الموضوع الآن في أيادي الليبيين. ستيفاني ويليامز ما هي إلا مسيرة جلسات، تقريبا حتى تم عرض فكرة أو مقترح مقدم من أعضاء البعثة على 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 اللجنة، على لجنة الحوار وعلى 75 شخصية، ولم يتوافقوا عليه. المشكلة 75 شخصية أنهم كل مجموعة يريدون الدفع باسم شخص، وكل الأسماء المطروحة الآن هي عبارة عن أسماء جدلية لا تريد أن تحترم نفسها، ولا تريد أن تحترم سيادة الوطن، ولا تريد أن تحترم الشعب الليبي، ولا يريدون احترام تاريخ ليبيا المشرف ونضالها وجهادها. هؤلاء عبارة عن مرتزقة أموال، عبارة عن مرتزقة سياسيين، يريدون الدخول بنا إلى نفق مظلم، يريدون الدخول بنا إلى وسط مماحكات ومماطلات سياسية ليس لها أي وجود. وكل العبارة عن الوهم الذي يصنعونه هو غير حقيقي وغير موجود. الشعب الليبي لا يوجد بينه أي اختلاف، الشعب الليبي عبارة عن سياسيين من كل الأطراف، أو عسكريين من كل الأطراف، أو ماليين فاسدين من كل الأطراف، يريدون السيطرة على السلطة وعلى مقدرات الحكم في البلاد وعلى السياسات النقدية والمالية في الدولة. هذا هو الصراع الحقيقي. الشعب الليبي عايشين في وهم بأن هناك صراع وبأن هناك اختلاف. الشعب الليبي حقيقة يجهل العديد من الخفايا التي تحدث داخل كواليس اجتماعات الزوم وبين هؤلاء 75 شخصية. نعم. الحقيقة هناك أمور إذا احنا كان صرحنا بها توا يبدو في رفع قضايا، ويتفكروا بأنهم هم يطلعوا نزيهين ووطنيين ويقعدوا يرفعوا في قضايا علينا وعلى القناة، ويمشوا المكتب النائب العام ويسيبوا حتى الحوار. لكن الأمر بصراحة رب نقول لك الأمر واصل بهم إلى مساومات، واصل بهم إلى تفاهمات، واصل بهم إلى عروض مالية، واصل بهم إلى كل شيء. هؤلاء الأسماء المعروضة الآن التي تريد أن تتقلد منصب في الدولة الليبية عبر لجنة الحوار عبارة عن أسماء وهمية لا تملك من أمرها شيئا، لا تستطيع تحقيق أي شيء على الأرض لمصلحة الشعب الليبي. عليها الانسحاب من المشهد، عليهم تحمل نتيجة أخطائهم السابقة، عليهم ترك المجال إلى البعثة الأمم المتحدة من أجل المضي قدما في التوافق والتوائم بين مجلس أعلى للدولة ومجلس النواب عبر المبعوث الخاص الجديد اللي استلم مهامه منذ يومين، والمرور بالبلاد إلى بر الأمان. أما تتوقع أن يبقى الأمر على ما هو عليه حتى بوجود المبعوث الجديد؟ يبقى الأمر على ما هو عليه، يعني لن يغير في الواقع شيء؟ في احتمالية كبيرة أن يبقى الأمر على ما هو عليه. بعد فشل اجتماع أمس عبر تطبيق زوم، الآن أصبح احتمال المضي قدما في نفس الخيار الأول والإبقاء على المجلس الرئاسي هو عبارة عن أمر واقع بنسبة 80%. وهذا كارثة حقيقية، لأن المجلس الرئاسي لم يستطع أن يضع أي حد للاختراقات، سوى الأمنية سوى الاقتصادية سوى السياسية سوى الاجتماعية داخل البلاد، ولم يجعل أي مشروع حقيقي داخل البلاد يتنفذ حتى ولو بشكل صوري. لم يجعلوا من مشروع المصالحة الوطنية أمرا حقيقيا، بل جعلوه باهتا وهميا بأسماء وهمية لا تستطيع أن تملك زمام الأمور في أمر المصالحة. لم يحققوا أي نوع من العدالة الاجتماعية وهناك أو من العدالة السياسية بضرورة إبقاء المجلس الرئاسي. عذرني فقط على المقاطعة، هناك من ينادي بضرورة إبقاء المجلس الرئاسي لحين وجود الانتخابات أو لحين إجراء الانتخابات، يعني المجلس الرئاسي الحالي برئاسة فايز السراج، ولكن ليس بهذه الصورة. لابد أن موجود آلية بين مجلس أعلى للدولة ومجلس النواب يكف هذه المشاحنات والمهاترات التي بينهم، ويذهبون للضغط حسب الاتفاق السياسي الليبي على المجلس الرئاسي من أجل استحقاقات الدستورية
والاستحقاقات الانتخابية ودعم المفوضية العليا للانتخابات. أما السكوت والصمت من قبل أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة والسياسيين الوطنيين اللي قاعدين الآن يتفرجوا على بلادهم تنباع بسعر رخيص، هذا أمر غير مقبول بصراحة. مجلس النواب إلى حد الآن لازال منقسم إلى الآن، ولا زالت الاختلافات موجودة داخل مجلس النواب. مجلس النواب لن يلتئم، صدقني مجلس النواب لن يحدث أي التئام داخل مجلس النواب بين كتلة مجلس النواب الموجودة في طبرق ولا في بنغازي وبين الكتلة الموجودة في طرابلس، لن يحدث، لأن كل هذه الأمور مبنية على تفاهمات وأجندات سياسية ومالية وليست مبنية على أجندات وطنية ليبية خالصة. هؤلاء البرلمانيون حقيقة لا يريدون الخروج من السلطة إلا عبر ممر آمن، والممر الآمن هذا لا يمكن الوجود الممر الآمن إلا باتفاق رسمي بين مجلس أعلى للدولة ومجلس النواب وفق الاتفاق السياسي الليبي، ويرجعوا بينا للنقاط المهمة ويوحدوا صفوفهم ويضغطوا على المجلس الرئاسي ويقدمون الاستحقاقات البرلمانية القادمة ويدعموا المفوضية العليا للانتخابات. يا أخي ما فيش شخصيات وطنية تطلع لنا حتى في التلفزيون تعيط تقول أمسادكم يا أخي عيب، تحشموا على وجوهكم، مستقبل أبنائكم، البلاد ضاعت بين مجلس دولة وبرلمان عقيلة صالح، مجموعة نواب مديرين مشاكل وهرطقات زايدة، مجموعة نواب ليتبعوا أجندات سياسية ومالية ويدخلون في البلاد في حالة مساومات. تو معقولة بالله عليك، معقولة توصل الدرجة لأعضاء مجلس نواب يدخلوا بمساومات؟ لا، كان ما تحطوش عقيلة صالح ولا حد يمس عقيلة صالح ان ان نخربوها ونديرولها ونقلبوا ونحطوا ونفتحوا لكم حرب، واحد يحشد وواحد يكتب على صفحة فيسبوك وواحد طالع يهدد في التلفزيون، يا اخي عيب، تحشموا على وجوهكم، هذه بلادنا، ما يش بلاد برانية جايين انتم فيها تعيتوا فيها فساد. تحشموا على وجوهكم، البلاد فيها اجيال قادمة وفيها ناس تبي تعيش من حقها انها تعيش. الكلام هذا را مش موجه لفئة معينة، هذا موجه للجميع. يعني 75 شخص قعمزوا مع بعضهم في تونس لفترة معينة وعبر تطبيق زوم، وأغلبيتهم يعرفوا بعضهم تمام المعرفة، مش قادرين يتفاهموا على آلية اختيار. يا أخي أنت وجهة نظرك غير مقبولة داخل 75، ناخذ رأي الأغلبية ونوخر خطوة للخلف ونخلي المركب تسير. الشعب تعب، هو المواطن الآن يبحث عن حل، الشعب يعاني في الويلات. الشعب المواطن العادي يبحث عن حل، يعني لا يريد حتى التفاصيل، حتى يعني حتى بحسب متابعتنا من المواطنين لا يريد حتى تفاصيل ما حدثت، المهم أن يكون هناك حل. يعني كيف يمكن أن تضع البعثة حلا بوجود هذا الخلاف الكبير داخل لجنة 75؟ البعثة عبارة عن ناس مسيرين، إذا ما الليبيين توافقوا ويريدون حلا لا يمكن أن البعثة أن توقف وتوقف مباشرة في وجه الليبيين. الليبيين لا يريدون الاتفاق، هناك أشخاص داخل لجنة 75 يريدون بقاء فايز السراج واستمراره ويفشلون ما يحدث من اتفاقات وما يحدث من تفاهمات داخل لجنة الحوار. وهناك شخصيات أخرى تريد لرأيها السياسي فقط أو وبعد الطوفان، وهناك شخصيات محسوبة على أجندات أخرى تريد تمرير هذه الأجندة. بصراحة هذه المهازل لابد لها أن تنتهي. وهؤلاء 75 شخصية إذ ما قاموا في بأي عمل نتج عنه المزيد من الصراع فسوف يقاضيهم الشعب الليبي حتما في أي يوم من الأيام. إذا كان اليوم هربوا من المحاكمة والمساءلة سوف يقعوا في يوم من الأيام أمام المحاكم الليبية. أما أنا نقبل بنفسي أنني نكون عضو داخل لجنة حوار وما نستطيعش نطلع للشعب الليبي ونقول له الحقيقة، والله لا يملك أي شخص فيهم الشجاعة الكاملة للخروج على الهواء مباشرة ونتحداهم جميعا. يطلع أي واحد على الهواء مباشرة ويقول أسباب الفشل شن هي، ويسمي الأمور بمسمياتها ويقول فلان دافع رشوة وفلان يعرض في عروض وفلان يحاول إفشال الموضوع لسير مركب الرئاسي وفلان هو يعرض في هذه الأمور من أجل مصالحه الخاصة وأجندتها. نتحداهم أستاذ محمد، نتحدى شخصية من 75 شخص كلهم
بما فيهم الناس الوطنيين وفي منهم أصدقائي شخصيين، ولكن الآن أنا ما نتكلمش على شخوص، أنا نتكلم على ناس يحملون صفات مسؤولين أمام الله عز وجل أولا وأمام الليبيين والتاريخ ثانيا. سوف يحاسبهم الله على هذه الأمانة، هم قبلوا بهذه الأمانة وقبلوا أن البعثة تضعهم في هذا المكان وفي هذا المحك، عليهم من الخروج إلى الشعب الليبي وإيضاح الصورة وإعطاء الحقائق كاملة إذا كان واحد في منهم واحد شجاع. هل سيؤثر هذا الموضوع على التفاهمات العسكرية، هذا الخلاف الحاصل الآن؟ يعني نرى أن التفاهمات العسكرية يعني قطعت شوط كبير جدا. التفاهمات العسكرية هي التي بتحدث، هي اللي بتجيب الاتفاق السياسي وهي اللي بتجيب الاستقرار السياسي. لا يمكن لوجود أي اتفاق سياسي وأي تهدئة سياسية إلا بوجود تهدئة عسكرية ووصول لجنة 5+5 إلى نقطة النهاية في مشروعها. ونسأل الله العلي العظيم أن يفكنا شر الحروب وأن يكمل هذا المشوار على خير وسلامة. في حقائق مختفية. هناك سياسيين ليبيين من بينهم عضو مجلس الرئاسي السيد أحمد معتيق، عمل تفاهمات سابقة مع المنطقة الشرقية أو مع قيادة الجيش هناك، ويريدون فتح الطريق في سرت ويريدون اجتماع في سرت. وهناك أطراف سياسية مرشحة نفسها الآن إلى لجنة، في لجنة الحوار بأسمائها ومسمياتها، جزء منهم حتى سراق مال عام عندهم تفاهمات مع المنطقة الشرقية. أنا بنوجه سؤال حقيقة أحتاج إلى إجابته. نعم. إذا كانت المنطقة الشرقية وقيادة الجيش هناك تسعى إلى وقف إطلاق النار وإلى تسويات سياسية واقتصادية واجتماعية وضم الوطن في عقد اجتماعي وسلم شامل ومصالحة حقيقية، لماذا لا تمد أيديها للليبيين الشرفاء؟ لماذا لا يمدوا أيديهم للمنطقة الغربية الحقيقية بدون مساومات، بدون الوصول إلى تفاهمات؟ أنت خليك رئيس مجلس رئاسي وأعطيني الحكومة، أنت عندك نائب عن المنطقة الشرقية في رئاسة الحكومة، أنا لا، أنا ناخذ نائب عن الجنوبية في المجلس الرئاسي. هذه التفاهمات والمحاصصة الجهوية القبلية المقيتة التي سوف ترجع بنا إلى 50 سنة إلى الخلف، لا يمكن لها أن تؤتي. من هي القيادة الحقيقية بالتحديد سيد عبد العاطف؟ عملية سياسية. من هي القيادة الحقيقية في المنطقة الغربية التي يجب أن قيادة الجيش أن تمد يدها لها؟ من هي بالتحديد؟ هناك ليبيين، هناك ليبيين كثيرين شرفاء يبحثون عن تواصل وعن لملمة جراح الوطن. هناك مشايخ قبائل، هناك أكاديميين، هناك خبرات سابقة، هناك سياسيين في موجودين، هناك خبراء نفط، هناك ناس ليبيين. ليس هؤلاء 200 شخصية ولا 250 شخصية الموجودين في المنطقة الغربية فقط. المنطقة الغربية عدد سكانها 2,700,000، ما همش 250 شخص يلعبوا بعمر الوطن ويلعبوا بمستقبل أبنائنا وبثرواتنا وبخيراتنا. إذا كانت هناك نية صادقة، أنا نعلنها من اليوم، إذا كانت هناك نية صادقة لكل الليبيين شرقا وغربا وجنوبا من أجل حلحلة الملفات ومن أجل وضع تسوية سياسية شاملة مالية واقتصادية وسياسية واجتماعية وعسكرية، سوف يكون عنوانها واحد فقط: ليبيين شرفاء يجتمعون مع بعضهم البعض وينهون هذه المهازل ويدعمون المفوضية العليا للانتخابات من أجل استحقاق الانتخابات، ويدعمون المسار الدستوري ويخلقون يشكلون حكومة تصريف أعمال لا توقع على أي اتفاقية ولا تقدر تدير أي شيء ولا توقع على أي عقد ولا تدير أي شيء إلا المسار الدستوري والتجهيز الأرضية الباهية المناسبة للانتخابات. أما ما يحدث الآن أعضاء مجلس نواب وأعضاء مجلس دولة كل متشبت براية، فهذا مزيدا من مضيعة الوقت ومزيدا من الجراح ومزيدا من الألم والدمار. طيب، في عجالة فقط، يعني قبل أن نختم هذه الحلقة، يشير الزملاء بأن يعني فقط تبقى تقريبا دقيقة أو دقيقة ونصف. كيف تابعت بيان المصرف المركزي اليوم في عجلة؟ حقيقة موضوع توحيد سعر الصرف نحن نادينا به كثيرا في السابق. أنا لست خبير مالي ولا خبير اقتصادي،
ولكن التخوف الوحيد هو أن الصديق الكبير لا يمكن أن يسيطر على السياسات النقدية وعلى تدفق العملة الصعبة داخل المصارف، وسوف يشتغل بنفس المنهج القديم، يعني حميدة ومحمد في الاعتمادات وفي سعر الصرف، وسوف تكون هناك أزمة سيولة حقيقية، وعدم تدفق العملة الصعبة ووصولها لكل التجار سوف يخلق سوق موازية يتضاعف فيه سعر الفرق العملة إلى حد كبير. وهذه هي المخاوف. الصديق الكبير من زمان حتى بدون اجتماع مجلس إدارة كان يستطيع أن يحدث تدفق للسيولة داخل المصارف عبر إعطاء الإذن بمنح الحوالات المباشرة للتجار وللمواطنين بمبالغ معينة يحدد هو سقفها عبر إدارة الميزانية. نعم، شكرا جزيلا لك. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد المهدي عبد العاطي المتابع للشأن السياسي، كنت معنا مباشرة من مدينة مصراتة سيد المهدي عبد العاطي، وكذلك شكر موصول إلى سيد علي الصلح الخبير الاقتصادي وأيضا وحيد الجبو المحلل الاقتصادي. وصلنا بكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقة لايف لهذا اليوم، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.